الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، وما زلنا في المقدمة التي تحدث فيها الشيخ عن مناقب الإمام مالك ومنزلة الموطأ بين كتب الأحاديث. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وروى الخطيب البغدادي عن أبي بكر الزبيري قال: قال الرشيد، يعني هارون الرشيد، قال هارون الرشيد لمالك: لم نر في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس. فقال: لم يكونا في بلدي، ولم ألق رجالهما، يعني لم سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن عباس لم يذكرا كثيرا في الموطأ. فسئل الإمام مالك عن ذلك، يعني لما لا تكثر من ذكر الإمام علي وسيدنا عبد الله بن عباس وهما من علماء الصحابة
من أكابر علماء الصحابة. فقال الإمام مالك لم يكون ببلد، يعني لم يعيش في المدينة المنورة، ولم ألقى رجالهما، يعني لم يلقى من روى عنهما، لم يلقى من روى عنهما. قال فإن صح هذا فكأنه أراد ذكرا كثيرا، لأنه روى في الموطأ أحاديث عن الإمام علي وعن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لكن لم يروى عنهما كثيرا، لأن الصحابة طبعا بعضهم عاش في الطائف، وبعضهم عاش في مكة، وبعضهم ذهب إلى العراق، وبعضهم عاش في المدينة المنورة، وبعضهم ذهب إلى اليمن، وكل واحد طبعا ذهب إلى مكان. فالإمام مالك روى عمن كان في المدينة من الرواة من التابعين الذين رووا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا سر قلة الرواية عن سيدنا عبد الله بن عباس وعن سيدنا الإمام علي كرم الله وجههم. قال الغافقي عدة شيوخه الذين سماهم 95 رجلا، عدة شيوخ الإمام مالك الذين سماهم في الموطأ 95 شيخ، وعدة صحابته 5 مدنيون، 5 مدنيون أصحاب الإمام مالك، يعني 5 مدنيون كلهم مدنيون، وعدة صحابته 85 رجلا، 85 رجل، دول اللي هم أصحاب الإمام مالك، يعني الذين رووا عنهم، هذه معنى أصحابه يعني القرناء، قرناء الإمام مالك رضي الله عنه. قال ومن نسائهم 23 امرأة، يعني كانت النساء تطلب الحديث وتطلب الفقه من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فأصحابه 85 من الرجال و23 من النساء. ومن التابعين 48 رجلا، أصحاب الإمام مالك من تابعي التابعين، من تابعي التابعين، لأن الإمام مالك من تابعي التابعين، فأصحاب 85 و83 امرأة دول من إيه؟ من تابعي التابعين. أما من التابعين 48 رجلا، 48 واحد من التابعين الذين رأوا الصحابة ورووا عنهم، كلهم مدنيون إلا 6، يعني كلهم من أهل المدينة إلا 6 من 48، اللي هو أبو الزبير المكي، هذا من مكة، وحميد وأيوب البصريان من البصر، وعطاء الخراساني من خراسان، وعبد الكريم الجزري، عبد الكريم الجزري برضو من إيه؟ من الشام، وإبراهيم ابن أبي عبلة الشامي. يبقى دول 6 اللي هم من غير أهل المدينة. وأخرج ابن فهر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال، الإمام الشافعي قال ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. دي شهادة الإمام الشافعي للموطأ، ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، يعني الموطأ، يعني أصح كتاب بعد كتاب الله،
وفي لفظ ما على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. أقرب إلى القرآن يعني في الصحة، لأن سلسلة الإمام مالك كما يقول علماء الحديث السلسلة الذهبية، روى مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أحاديث معظمها ثلاثيات ثلاثيات، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه في الدرس كان يقول إيه؟ قال العلماء إذا روى مالك الحديث فقد جاوز القنطرة، إذا روى مالك الحديث فقد جاوز القنطرة، يعني لا يسأل عنه، لا يسأل عنه. وفي لفظ ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك، كل دي ألفاظ مروية عن الإمام الشافعي. وفي لفظ آخر ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ، أنفع من يعني لطلاب العلم وقرائه. وأطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح، ما هو مدام أصح كتاب بعد كتاب الله يبقى إذن كل ما فيه صحيح. واعترضوا قول ابن الصلاح أول من صنف فيه البخاري، يعني أول من صنف في الصحيح البخاري، فاعترضوا عليه قالوا لا ده الإمام مالك أقدم وقبل الإمام البخاري. وإن عبر بقوله الصحيح المجرد للاحتراز عن الموطأ، فلم يجرد فيه الصحيح بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات، يعني هو يقصد ابن الصلاح كلمة الصحيح يعني الأحاديث التي يحكم بصحتها باتفاق العلماء. لكن الإمام مالك رضي الله عنه ذكر المرسل، يعني ذكر الحديث المرسل اللي هو من قول التابعي، هو حديث لكن مرسل، والموقوف اللي هو روي عن الصحابي، قول سيدنا عبد الله بن عباس، قول الإمام علي، ده يقال له إيه؟ حديث موقوف. والمنقطع ذكر المنقطع إن هو سقط منه الصحابي، انقطع سنده يعني سقط منه راوي، فيقال له الحديث المنقطع، انقطع إسناده. والبلاغات، البلاغات يقول الإمام مالك كثيرا يقول إيه؟ بلغنا أنه كذا وكذا وكذا، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أري أعمار أمته فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله ليلة القدر، وده من بلاغات الإمام مالك. والعلماء علماء الحديث يقولون بلاغات الإمام مالك لها حكم الرفع، بلاغات الإمام مالك لها إيه؟ لها حكم الرفع، يعني أنها صحيحة. فهو قول ابن الصلاح يقصد الإيه؟ يقصد الصحيح المجرد، الصحيح المجرد. فقد قال مغلطاي وهو من علماء المالكية لا فرق بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضا في البخاري، لوجوده أيضا في البخاري من التعاليق ونحوها، يعني المرسل والمنقطع والمعلق موجود في البخاري، فإذن البخاري لم يجرد كتابه للصحيح، يعني كما ذكر الإمام مالك المرسل والبلاغات والمنقطع كذلك البخاري ذكر ذلك، يبقى إذن استوى
استوي في ذلك، ولكن الفضل فضل السبق لليمين للإمام مالك رضي الله عنه، لأن الإمام البخاري في القرن الثالث والإمام مالك في القرن الثاني. يعني وصلها أهل الحديث بعد ذلك، يعني يوصلها مثلا البيهقي، الدارقطني، المصنف، وده يأتي في الشرح، يعني يأتي في الشرح، يعني الشراح الحديث يعني ينصون على إيه، أن هذا الحديث مثلا المرسل وصله فلان، المنقطع ده وصله فلان، البلاغ ده أسنده فلان، وهكذا. لكن فرق الحافظ بأن ما في الموطأ كذلك هو مسموع لمالك غالبا، يعني حتى المروي في من التعاليق في البخاري والمرسل برضو مروي عن الإمام مالك رضي الله عنه، يعني الإمام البخاري نفسه يعني واخذ من الإمام مالك رضوان الله عليه. وما في البخاري قد حذف إسناده عمدا لأغراض قررت في التعاليق. فظهر أن ما في البخاري من ذلك لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ، ده كلام الحافظ ابن حجر يعني. يعني البخاري لما يحذف سند ويذكر الحديث المعلق يعني يحذفه لغرض، يحذفه لغرض برضه يذكر في الايه في الشرح يعني. لكن حتى الموقوف والمعلق عند الإمام مالك صحيح برضه، يعني لا اعتراض عليه في ذلك. قال الحافظ مغلطاي: أول من صنف الصحيح مالك. يبقى ده على عكس مين؟ قول ابن الصلاح. وقول الحافظ هو صحيح عنده، اللي هو ايه ابن الصلاح يعني، وعند من يقلده على ما اقتضاه، على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع، يعني أن المحدثين والفقهاء يحتجون بالمرسل ويحتجون بالمنقطع، لأنه طبعا كما هو معروف في علم الحديث أحيانا يكون السند هو المرسل أو المنقطع، لكن المتن موافق لأحاديث صحيحة أخرى، يبقى له حكم الصحيح ولا غبار عليه ولا اعتراض. وما الفرق بين أن يروي الصحيح التابعي أو الصحابي؟ ما دام المتن صحيحا ومقبولا ويحتج به، إذن فهو إيه؟ صحيح وحجة. وهناك الصحيح لغيره، وهناك الحسن لغيره، وهناك الضعيف المجبور، المجبور بالصحيح، كل ده يحتج به الفقهاء ويسلمون به ويبنون عليه قواعد فقهية. قول الحافظ هو صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما من البلاغات والموقوفات، لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة، لأن الحديث الصحيح طبعا هو ما رواه العدل الضابط، العدل الضابط من غير علة قادحة،
من غير علة قادح. لكن ما دام احتج به فهو صحيح، صحيح المتن. قال تعقبه السيوطي بأن ما في المراسيل، بأن ما فيه الموطأ يعني من المراسيل مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأئمة هي حجة عندنا أيضا. يعني كل ما ذكره الإمام مالك من المراسيل صحيح وحجة يحتج به، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد، يعني إذا قوي بأحاديث أخرى صحيح. وما من مرسل من الموطأ إلا وله عاضد، يعني وله مقوّن يقوي من الأحاديث الإيه الصحيحة. قال إلا وله عاضد أو عواضد، يعني عدة أحاديث أو أخبار من المراسيل والبلاغات. فالصواب إطلاق أن ما في الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، ده كلام السيوطي. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد 61 حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك. يعني كل الأشياء التي ذكرها الإمام مالك من غير سند، لما يقول بلغني أو ذكر أحاديث مرسلة أو موقوفة وصلها ابن عبد البر، وصلها إيه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. التمهيد والاسم هو ألف كتابين. لأن التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، وكذلك الاستذكار لما في الموطأ من الأخبار. يعني كل ده طبعا خدم الموطأ. قال كلها مسندة إلا أربعة، قال إلا أربعة لا تعرف. أول الأربعة حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، لا ينسى ولكن ينسى من الله ليسن لأمته صلى الله عليه وسلم. كما مثلا في سجود السهو، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سهى أو نسي في الصلاة، يعني سلم من ركعتين وجلس بعد الثالثة للتشهد وقام للخامسة، كل ده وارد لأجل إيه؟ لأجل تعليم الأمة كيف تفعل إذا نسيت في الصلاة. هذه معنى إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنى، ده اللي هو إيه؟ يعني عجز عنه ابن عبد البر أن يأتي له بسند. ده أول حديث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته أو أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغه غيرهم في طول العمر،
فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. ده برضو من ضمن البلاغات. ولم يعصر ابن عبد البر له على سند، هو الذي لم يعصر. والحديث الثالث قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك مع الناس، أو حسن خلقك مع الناس، حسن خلقك مع الناس، لما أرسله إلى اليمن وهو مسافر. ساعة ما وضع رجله في الغرز، الغرز اللي هو الركاب، ركاب السرج، السرج بيبقى ليه مكان توضع فيه القدم اليمين والشمال، قال يعني آخر حاجة حطيت رجلي في الغرز، آخر كلمة أوصاني بها أن قال لي: حسن خلقك خلقك مع الناس صلى الله عليه وسلم. برضو دي إيه من ضمن الحديث التي لم يعصر لها ابن عبد البر على سند متصل. والرابع حديث: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة أو غديقة. وبحرية هنا معناها إيه؟ معناها ريح بحرية. إذا نشأت ريح بحرية فتشاءمت، يعني حصل لك التشاؤم، فتلك عين غديقة، يعني عين كثيرة الإيه؟ كثيرة الماء. تلك عين إيه؟ كثيرة الماء. يعني ده نهي عن التشاؤم، نهي عن التشاؤم، يعني المفترض أنك إذا تشاءمت تتفاءل، تتفاءل، ولو تفاءلت لجاءت بعكس ما ظننت، لو تفاءلت لجاءت بعكس ما ما تشاءم، لأن التشاؤم سوء ظن، أما التفاؤل فهو حسن ظن. هذه الأحاديث الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر في كتابه التمهيد أو الاستذكار. والموطأ من أوائل ما صنف في الكتب الحديث، يعني قال في مقدمة فتح الباري والحافظ ابن حجر: اعلم أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة. يعني في عصر الصحابة والتابعين الأحاديث لم تكن مكتوبة مدونة، يعني ولا مرتبة، يعني الترتيب اللي هو مثلا كتاب ما يتعلق بالعلم مثلا، ما يتعلق بالإيمان والإسلام، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصوم، زي ما صنف البخاري والإمام مالك، يعني صنفوا الكتب ودونوها على حسب أبواب الفقه، حسب أبواب الفقه. ففي عصر الصحابة والتابعين لم تكن كذلك. قال والسبب في ذلك أمران: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، فالصحابة لم يدونوا، لم يدونوا، كما في مسلم: خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث
في البداية حتى لا يختلط بإيه؟ بالقرآن، لأنهم كانوا يكتبون القرآن. فحتى يميز بين القرآن والحديث نهى عن الكتابة صلى الله عليه وسلم، ده الأمر الأول. والثاني سعة حفظهم، سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم لا يعرفون الكتابة، يعني قليل منهم يعرف الكتاب، وعندهم قوة حافظة، كان الواحد منهم يسمع ما يحفظ من الصحابة، يعني كابن عباس رضي الله عنه، يعني كان إذا سمع شيئا حفظ، ومعظم الصحابة كانوا هكذا، اللي ينزل من القرآن يقرؤونه مرة والثانية ويحفظونه، مش محتاجين للإيه؟ للكتابة. ده ابن عباس رضي الله عنه كان يسمع القصيدة مثلا من عمر بن أبي ربيعة، يعني أحيانا القصيدة تصل إلى 500 بيت، فيحفظها ابن عباس، فإذا أنشدها عمر بعد ذلك ربما نسي الشاعر المنشئ اللي أنشأ القصيدة، قال ربما نسي الشاعر ولم ينسى ابن عباس، ويقول له أسقطت بيت كذا وكذا وكذا، يعني يذكر أنت قلت في القصيدة كذا ونسيته، يعني كأنه زي شريط الكاسيت، يعني انطبع في ذهنه، فينسى الشاعر المنشئ ولا ينسى الراوية الذي روى القصيدة، وكان معظم الصحابة على هذا. ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة فكانوا يعتمدون على الحفظ، يحفظ الحديث، يحفظ القرآن، يحفظ الشعر. قال ثم حدث في أواخر عصر التابعين، أواخر عصر التابعين يعني في آخر المئة الايه الثانية، آخر عصر التابعين، حدث ايه؟ تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض الشيعة ومنكر القدر، كل هذه فرق ظهرت. فأول من جمع ذلك الربيع ابن صبيح وسعيد ابن أبي عروبة وغيرهم، أول من كتب الحديث ودونوا الأحاديث حتى يحافظوا عليها من الكذب والوضع، فصنفوا كل باب على حدة، يعني ما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالزكاة، بالحج، بالصوم، وهكذا، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام، دونوا الأحكام يعني دونوا فقه الحديث. يبقى الأول كتبوا الآثار والأخبار، وبعدين كتبوا المسائل، مسائل الفقه. فصنف الإمام مالك الموطأ، وتوخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز، يعني انتقل أحاديث القوية التي ليس فيها ضعف، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، مزجه بفتاوى الصحابة وأقوال الصحابة وفتاواهم برضو وفتاوى التابعين. وصنف ابن جريج بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة
وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، دي مدينة من مدن البصرة برضه، ومعمر باليمن، معمر بن راشد، وابن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيهم أسبق. يعني كل هؤلاء علماء ورواه ومدونون، كل واحد في بلد دون ما حفظ من الأخبار وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، بدأ التقليد عاد، إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني يفرد الحديث وحده بعيدا عن أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وذلك على رأس 200 فصنفوا المسانيد، يعني الأحاديث المسندة، مثلا مسند أبي هريرة، مسند الإمام علي، مسند ابن عباس، مسند سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، يعني كل صحابي روى جملة من الأحاديث تجمع في كتاب، يقول لك مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند زي ما عمل الإمام أحمد كذا. الإمام أحمد نظامه في المسند إن هو يجمع الأحاديث التي رواها مثلا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، الأحاديث التي رواها سيدنا عبد الله بن عباس، الأحاديث التي رواها أبو هريرة، سيدنا أنس ابن مالك، وهكذا في مسند واحد. ولذلك هو المسند بيصنف على الصحابة، ده اسمه مسند وليس على أبواب الفقه، لكن باقي الأحاديث، باقي الكتب السنة كالترمذي وابن ماجه والبخاري ومسلم الكتب الستة دي مصنفة على أبواب الفقه، مصنفة على أبواب الفقه، لكن المسند على رواية الصحابة، ما رواه الصحابي فقط. وقال أبو طالب المكي في قوت القلوب: هذه الكتب حادثة بعد 20 أو 30 أو 100، يعني بعد 120 أو 130 سنة. ويقال أول ما صنف كتاب ابن جريج بمكة في الآثار، وحروف من التفاسير. حروف من التفاسير يعني ايه؟ يعني مثلا سئل صلى الله عليه وسلم عن آية كذا فأجاب بكذا، اللي هي الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني مثلا كسؤالهم عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، أما سمعتم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ده مثال يعني للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، سئل صلى الله عليه وسلم ما الزيادة؟ قال: النظر إلى وجه الله الكريم. ولذلك تجد في كتاب البخاري ومسلم ولك كتاب التفسير، كتاب التفسير يبدأ ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بما فسره الصحابي، ثم بما فسره التابعين، اللي نسميه احنا بعد كده سموه التفسير بالمأسور. أول من صنف الإمام الطبري اسمه التفسير بالمأسور، يعني ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، ده اسمه ايه؟ التفسير بالمأثور، الطبري وابن كثير
والإمام السيوطي في الدر المنثور. ثم كتاب معمر باليمن جمع فيه سننا منثورة مبوبة، مبوبة يعني على أبواب الفقه وليس على المسانيد. ثم الموطأ بالمدينة ده على أبواب الفقه. ثم ابن عيينة الجامع بكتابه الجامع، والتفسير في أحرف من علم القرآن، في تفسير في أحرف من علم القرآن، وفي الأحاديث المتفرقة يعني ما سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعون من الصحابة في تفسير القرآن، في تفسير القرآن. وجامع سفيان الثوري صنفه أيضا في هذه المدة. كلمة الجامع يعني الجامع للأحاديث الصحيحة، وقيل إنها صنفت سنة 60 و100 يعني في قول 110 130 160. وأفاد في الفتح أن أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري بأمر عمر بن عبد العزيز، يعني كما رواه أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن مالك قال أول من دون العلم ابن شهاب الزهري، ومن شيوخ الإمام مالك. وأخرج الهروي في كتابه ذم الكلام، ذم الكلام يعني علم الكلام لأن يعتبرونه فلسفة. أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى بن سعيد ابن عبد الله بن دينار قال لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث، إنما كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا. يؤدونها لفظا يعني يقول سمعت فلانا يروي عن فلان يروي عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسامع يحفظها حفظا. أدي معنى يؤدونها لفظا ويتلقونها حفظا. إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء، يعني في بعض الأبواب يعني لم يروى فيها شيء حتى يخيف عليه الدروس، ومعنى شيء دارس يعني ماحي أو كاد أن ينمحي. قال وأسرع في العلماء الموت، قال أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي فيما كتب إليه أن انظر ما كان من سنة أو حديث عمر فاكتبه. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ليجي طبعا العلماء بدأت تموت، ولا شك الاختلاط بالأعاجم أضعف العقول، فكان لابد من تدوين الإيه الحديث لازم، زي ما سيدنا عمر جمع القرآن رضي الله عنه لما خاف عليه من الضياع بموت الايه الحفظة، فجمعه وجعله عند ايه السيدة حفصة، لأن سيدنا أبو بكر ما كانش راضي، قال له لا أفعل فعلا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا عمر أصر خوفا على ضياع القرآن، أصر على جمعه، فجمعه وجعله عند السيدة إيه؟ حفص. مكلف سيدنا زيد ابن ثابت بهذا، لأنه لازم تجمع القرآن حتى نحافظ عليه. جاء سيدنا عثمان لما اختلف عدد الإيه؟ القراء
في القراءة كتب هذا المصحف الذي بين أيدينا وأحرق جميع المصاحف دونه حتى لا يختلفوا في كتاب الله. ما قالوا دي من البدع الواجبة. العز بن عبد السلام والإمام الشافعي ومن قسم البدعة إلى واجبة، يعني واجبة وحرام ومسنونة ومباحة ومكروهة، خمسة أقسام. قالوا من البدع الواجبة اللي هو تدوين السنة وتدوين القرآن. طيب لو ما دونتش السنة وما دوناش القرآن كان ضاع، ضاع الإسلام كله، ضاع الإسلام كله. فقالوا العز بن عبد السلام ضرب مثل أن هذه من البدع الواجبة. يعني سيدنا أبو بكر ما رضيش بجمع القرآن في مكان واحد عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، لكن سيدنا عمر رأى صوابا وجمع القرآن. جاء سيدنا عثمان راح كاتبه كمان في مصحف وكتب سبع مصاحف وزعها على الأمصار، العراق والشام واليمن ومصر والحجاز، وأحرق الباك عشان برضو الناس ما تختلفش حول حول القرآن. فدي بدعة واجبة. جماعة اللي ما عندهمش علم يقول لك دي من المصالح المرسلة. يا أخي لا مشحة في الاصطلاح، سميها بدعة واجبة ماشي، سميها مصلحة مرسلة مش مشكلة. احنا مختلفين على المسمى، مش بنختلف على المسمى، احنا بنختلف على الفعل. انت مختلف على الفعل، انما المصطلح قول عليه زي ما انت عايز. قول مصلحة مرسلة ماشي، قول بدعة واجبة ماشي، احنا هنقول بدعة واجبة لأن البدعة ما فعل على غير مثال سابق. أنت بتنظر للعلة إنه دي مصلحة، خلاص خدها مصلحة، إيه المشكلة؟ ما الشاطبي مسميها مصلحة مرسلة، طب إيه الفرق يعني؟ وهو هو الكلام. العلماء يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، سميها زي ما تسميها. نعم. ايوه، ما هو قال كل بدعة ضلالة. اي الامام النووي قال هذا عام اريد به الخصوص، اراد كل بدعة لا تشهد لها الشريعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول جمع القرآن ليس من الإسلام، كتابة السنة ليست من الإسلام، طب خلاص. نعم أيوة. والإمام النووي استدل بهذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عام أريد به الخصوص. البدعة الضلالة لما يجي واحد يقول هنصلي المغرب أربعة، ضلالة وصاحبها في النار. هيصلي الصبح ركعة، هيصلي العشاء خمسة، هنخلي الزكاة ثلث العشر مش ربع العشر، هنخلي الزكاة الخمس بدال العشر، زكاة الزروع مثلا التي تسقى بغير آلة هنخليها الخمس زي الركاز، ونخلي الركاز النص. بدا تغيير في معالم الشريعة، هذا التغيير اهو اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ده ما ليس منه. لكن واحد هيدون القرآن ودون السنة نقول ليس منه ازاي؟ واحد بيصلي القيام 20 ركعة يقول دي بدعة وضلالة؟ ازاي؟ هيصلي 20 ركعة لله وتدخله النار، امال الحشاش والجمرت هيروح فين؟ لما المصلي هيروح النار، امال الحشاش والجمرت يروحوا فين؟
وقال مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن، في رواية محمد بن الحسن يعني، قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث أو نحو هذا فاكتبه لي. سيدنا عمر بن عبد العزيز، فاكتبه لي فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. إني خفت دروس العلم يعني محو العلم وذهاب العلماء، يعني يموتون شيئا في شيء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قال وعلقه البخاري في صحيح، علق هذا الحديث يعني ذكره من غير سند، ذكره من غير سند. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، كتب قال إيه انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا، يعني إلى الآفاق، يعني لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار زي ما قلنا، بعضهم ذهب إلى اليمن، بعضهم ذهب إلى العراق، إلى الشام، إلى خراسان، إلى مصر، فكتب إليهم أن اجمعوا إيه؟ اجمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد معاه حديث يذكره ويدونه. يمنع الكلام يا شيخ، الكلام في الدرس يحبط الأعمال، تخرج مأزورا غير مأجور، لأنه ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقالوا درس العلم يأخذ نفس الحكم، يعني من تكلم في مجلس العلم فقد علا صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يحبط العمل، يعني يحبط ثواب الصلاة والصوم والزكاة والحج، لأنه قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإمام مالك قال وإن حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم، لأنه حي عند الله. وروى ابن عبد الرزاق في مصنفه عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندهم. يعني الأمصار غير المدينة يعلمهم إيه؟ السنن والفقه، يعني يعلمهم الأحاديث ويعلمهم إيه؟ فهم الأحاديث اللي هو الفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى، لأن أهل المدينة أهل رواية، والإمام مالك كان يقول رواية الألف عن الألف، يعني رواية تابع التابعين عن التابعين، ورواية التابعين عن الصحابة، والصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى من السنن، يعني وأن يعملوا بما عندهم، يعني أهل الأمصار يعملوا بما عند أهل المدينة من علم، لأنهم هم الثقة الذين ينقلون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. قال ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن، أن يجمع السنن ويكتب بها إليه، يعني يجمع السنن من الأمصار اللي أرسل إليها ويدونها إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
قال فتوفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. لأن سيدنا عمر كانت خلافته سنتين وشهرين، مدة قليلة يعني، فعلى ما جمع أبو بكر بن حزم الكتب من الأمصار كان مات سيدنا عمر رضي الله عنه. وأفاد في المدارك أنه لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ، لم يعتن بكتاب من كتب السنة يعني كما اعتنى الناس بالموطأ، فعد نحو 90 رجلا تكلموا عليه شروحا وغيرها من تعليقاته. وقال فيه القاضي عياض المالكي إذا ذكرت كتب العلوم فحيهل بكتب الموطأ من تصانيف مالك، إذا ذكرت كتب العلوم فحيهل يعني خذ كذا أو تعالى لتأخذ، تأخذ إيه؟ كتب الموطأ، بكتب الموطأ من تصانيف مالك. أصح أحاديثا وأثبت حجة، يعني كتاب الموطأ أصح الأحاديث وأثبت حجة، وأوضحها في الفقه نهجا لسالك، عليه مضى الإجماع من كل أمة، يعني الأمة أجمعت على الأخذ بموطأ الإمام مالك، على رغم خيشوم الحسود المماحك، يعني على رغم أنف الحاسد. يعني على رغم أنفه، الخيشوم اللي هو الأنف يعني. فعنه فخذ علم الديانة خالصا ومنه استفد شرع النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، وشد به كف الصيانة تهتدي، فمن حاد عنه هالك في الهوالك. ده كلام القاضي عياض في شأن موطأ الإمام مالك رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه حفظه في 9 ليال، حفظه في ايه؟ في 9 ليال، من قوة حافظته وحبه للإمام مالك قبل أن يراه رضي الله عنه وأرضاه. وبذلك نكون انتهينا من ترجمة الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسوف نبدأ بعد المغرب في مقدمة الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله ولا تنفعون.